السلام عليكم، لاباس عليكم؟ صحيحة العائلة؟ كل شيء بخير. فيديو جديد ويوم جديد. بغيت نشرب قهوتي معكم اليوم ونتحدثوا في واحد الموضوع مهم. تنشرب بامكن سبايس لاتي اللي درته في القناة، وخا الليل هذا شهيته وبغيت نشربه لأنه غادي نخرج. وبغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي دابا موضوع الساعة وكل شيء الناس يهدروا فيه في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الخيانة الزوجية. يعني عيني عينك الفنان والفنانة ديونا المغاربة والمراته اللي خرجات بتصريح يعني معطلة بزاف، تنقول معطلة بزاف لأنه فات الفوت وتتهدر وتتصرح ومازال خايفة. هذه هي المرأة المغربية، للأسف المرأة المغربية 99% ضعيفة، 99% تتصبر. تنقولوا ضعيفة أو تنقولوا مربية أو تنقولوا متبعة التقاليد. يعني هاد السيدة هادي كيف هضرات بقات فيا بزاف. علاش بقات فيا بزاف؟ لأنه ممكن هي باقا هداك الحب اللي تتقول أنها مزوجة مع هداك السيد، يعني بحب وكلشي الناس يعرفو، بقى مفكراه وبقى قابطه به بيديها بجوج وبرجليها بجوج. مع الاسف الرجل المغربي شويه تيطلع واحد الدرجه، اول حاجه يفكر فيها وهي الخيانه. عيني عينك ما تنهضروش على الرجل المغربي اللي عادي باقي مسكين، هذيك الخيانه تنقب وتهرب بلا ما تيبين حيت ما قادرش. 99% ديال الرجاله المغاربه تيخونوا عادي. المراه سلطاتها بمويها وشرباتها وقالت لها امها عادي، جلسي في دارك، جلسي على وليداتك، اخرج ويرجع. المراه المغربيه داتها معاها في الدهاز عادي. مي الراجل فاش يطلع شويه تيولي يقولها هكذا بعينك، يعني عين باين ما تيحشمش فيها. بالنسبه يعني شكون اللي مسؤول في هذه القصه هذه؟ اول حاجه هو الرجل، هو الراجل، لانه هو بيناتهم وهو اللي يعني مراته عارفه وقال لها انا ما نقدرش. يعني هادشي اللي تيقول لك لا وانا ما باغيش نبقى معاها ولكن ما قادرش. هما عاد تيامنوا بالسحر وبالشعوذه وسحريه ولا هادي. اما في الاول تيقول لك نص السحور ما كاينش، ثم يم تخلفت هاد العيالات تهضروا على السحور تديروا فاش يجي تلصق فيه شي وحده او هو تيلصق راسو فشي وحده تيقول لك وانا اي كانت اي دون لايك هير بات اي هاف تو ستي ويذ هير. يس اوكي. و السيده المثقفه الفنانه الصحفيه، صحفيه ولا هي صحفيه والله اعلم، وتدير برنامج ديال علم النفس. وانا فاش كنت نخدم الصباح كنت نكون جايه في الطوموبيل تندير الراديو ديالهم تنبقى نسمع ليها وتنقول واو. ايوا الحبيبه ديالي ديري علم النفس في نفسك انت الاولى، لانه احنا فاش نولدوا وتنخلي ولادنا، هي خلات ولادها وخرجت من عند الراجل وقالت لك ولادي خصهم يتربوا واحد التربيه شويه راقيه، واو خصهم يبقاو مع باهم. فكرت هي في الماده، ما فكرتش في التربيه. يعني
انا بغيت واحد النقطه نوقف فيها. انت المراه المغربيه فاش تطلقي او تي تتبغي تطلقي او تخرجي من عند راجلك وتتبغي حريتك وتختاري حياتك، علاش تمشي تتنغصي وتتحطمي وتتقتلي علاقه ديال مرأة صابره وجالسه مع راجلها وعندها وليداتها؟ علاش تمشي وتطيحي عليهم بحال واحد، تطيحي عليهم بحال واحد تيقولوا ليها بحال واحد القنبله تطيحي عليهم؟ علاش تمشي عند رجاله مزوجين؟ عطى الله المطلقين، عطى الله اللي مازال ما تزوجوش، وسيري عيشي حياتك. اول حاجه انت مزوج، ام سوري، واخا هو يلصق فيك، واخا نقولوا هو غادي يبقى معاك، نو اي علاش غتحطمي عائله ومحطمه عائلتك الاولى مع ولادك وجايه باغي تعيشي الحياه مع واحد اللي خرج من المدينه القديمه، تغني مواضيع اجتماعيه، تغني على الام، وهذيك المراه اللي مزوج معاها ماشي ام. انتوما رجاله تتفرقوا بين امك وبين مرتك، عندك امك في المقام الكبير وعندك مرتك مراه بنت الناس، كيف تتبغي امك وتتغني على امك وتتحماق على امك؟ حتى هذيك المراه حتى هي امك، لانه هذه اللي معك 11 عام 5 سنين ديال الخيانه، وهي صابرة، وهي دابا في تصريع واحد وتتهضر وخايفة وما بغات تقول عليك حتى شي كلمة خايبة. هذه أكثر من أمك. سمحوا لي يا رجالة المغاربة، اللي خانز تيتبع الخنز، ودابا فاش تنهضروا مع الرجاله تيقول لك لا انا ما نتزوج حيت ما كاينش معامن، حيت كلشي ولا مركب، حيت كلشي ولا داير رموش ولا داير هادي، ما بقيت عارف من البنت ديال الدار من البنت ديال هادي. وعلاش فاش تلقاو بنت الناس وتتزوجوا معاها وتصبر معاكم على الفقر وعلى الدل وعلى كلشي، وتتولد معاكم وليدات وتتصبر، تتمشيو عند الخانزات باش تعيشوا حياتكم؟ واي واي مبقيناش عارفينكم واش باغي الخنز ولا باغي بنات الناس. بغيت نعرف انا فاش تمشي مع خانزه تتمشي معاها وتدخل مراتك باش تحس من مورا هذيك العلاقه الجنسيه اش تحس؟ فاش تخلي ولادك وتتخرج تتمشي صرف على امراه اخرى تتحس بهذيك الرجوله؟ I don't think so. ماشي راجل. لو دابا جينا درنا معاك حوار وما كنتيش مجوج بهذيك المراه غتقول انا ما مجوج لانه ما لقيتش بنت الناس، ربي عطاك بنت الناس وخليتيها وخرجتي. وفاش السيده تقول ليها انتيا ما تربيش ولادك، لو كنتي في بلد اوروبي غادي يديو ولادك الحبس، غادي ياخذوا منك ولادك 100%. انت اللي قلتيها ليها، انت اللي تشكيتي عليها، لانه حنا فاش نبغيو نخرجوا من شي علاقه تنبداو حنايا تنحطوا في هذيك المراه وتنقولوا هذيك المراه ما تتلبش، هذيك المراه مسخه، هذيك المراه ما تربيش ولادها، هذيك المراه ديك المراه نكديه، هذيك المراه تدير عليا، هذيك المراه. ديما حنا تنعطيو الحوايج السلبيه لهذيك السيده. مي حنا انا زوين، انا ربي خلقني كامل ما عندي حتى شي نقص. انت سيدي اللي قلتيها ليها، انت يمكن اللي صورتي مراتك ووريتيها التصاور وخلاتهم عندها فاش تمشي هي ديرهم في المواقع الاجتماعيه. Are you okay؟
فاشي عطينا الله شي انسانه مراه عصبينا وليداتنا وغادي تصبر معانا لو ما تنبغيوش، لانه هاد السيده اللي انت خارج معاها ما غتنكد عليك، ما غتنقر عليك، ما غتسولك علاش، حيت انت غتجيب ليها الماده وتخرجها وتصفرها وباي باي، ما سوقهاش هي فيك، غتخسر ولا ما غتخسرش، غتمرض ولا ما غتمرضش، بالعكس المرض ديالك غتقدر تنقر عليك، غتقدر تغوت عليك لمصلحتك لانها اكثر من امك. وهاد السيدة اللي خرجات يعني مؤخرا بهذا التصريح فات الفوت 5 سنين، وتنعرف وحدة معروفة وتنعرف انه راجلي خارج معاها وتيقولها ليا وتسافر معاها وانا ساكتة وجالسة، حيت حشومة، حيت عيب، حيت ربيت هكداك، حيت ممكن يقدر يرجع ليا، يا غنخرج وغنشوه وغنشوهها وغادي نرجع ليا راجلي وما غنخليش يتزوج بيها وما غنطلقش منه. لو كنتي شماليه ديال المعقول ام سوري، فاش انا عرفتك يعني عرفتك شماليه وبهاد ومهدنا ودايره، واخا انا ماشي شماليه ولا كنت نعرف الشماليات، وبقى الان تتهضري عليه مزيان يمكن لعل وعسى يرجع ليا راجلي. سو ماتش ما بقينا عارفينكم اش ما بغيتو على الرجال، بغيتو نقا ولا بغيتو الوسخ، مي ما تيتلاقاوش بجوج، الوسخ والنقا ما تيتلاقاش، تعطي واحد الريحه وهي الريحه وصلات. الا كنت تنغني شي مواضيع او عندي برنامج وتندير فيه مواضيع، نديرهم على راسي انا الاول، ننفذهم على راسي انا الاول عاد نقولهم للناس. الا كنت تندير راسي طبيبه نفسانيه وتندير مواضيع وتندير حلقات في الراديو وتنعاون الناس، نديرهم على راسي، نعاون راسي، ما نحطمش عائله، ما ناخدش اب من مراته وليداته وانا فرحانه. ودابايا اللي مابقى عنده هوايه لا لا اغاني لا حتى شي حاجه، وحتى شي حاجه مشى ليه كلشي، غتصبري عليه؟ غتسكني معاه في بيت؟ علاش رشيد الوالي غادي طالع خطوات تبارك الله عليه، حيت مراته معنقه ليدو طالعه معاه هابطه معاه، هكذا الرجاله بغاو، حضيه حضيه، ما يقولش زيرتيني او خنقتيني، نو حضيه، سورتو العيالات اللي تزوجوا عن حب وتزوجوا في الفقر ومن بعد رجالاتهم عطاهم الله، ما نخليش لشي وحده، نضارب على قبله، نسمي ونسى تقاليد ونسى حشومه، كيف هي مراه انا مراه، هي مراه وانا مراه، ما كاينش فرق، حضيو رجالاتكم من هاد اللفعات اللي طيرات تيقلبوا على رجاله اللي مزوجين، كاين شي نوع تيباغي راجل مزوج لانه عنده دار وعنده كل شيء، لا شي عاد فيها عاد برهوش تبدا معاها احبني تحبك، نو يعني هادشي بزاف. تنشوفوا الناس اللي تيكونوا قدوه وتنقولوا واو كاينين كاين الخير، تنصدموا وما تلقاو والو، تلقاو الخنز تيقلب على الخنز، بزاف هادشي بزاف وبزاف وبزاف.